بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا كريم، يا رحمن، يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض الإسراء والمعراج. اللهم يا رب العالمين سدد رميهم. اللهم يا رب العالمين كن معهم. اللهم يا رب العالمين أرحم شهداءهم. اللهم داوي جراحهم. اللهم اشفي مرضاهم. اللهم يا رب العالمين أجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أخرج اليهود الغاصبين الظالمين الطاغين من أرض الإسراء والمعراج يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين أجعل الرعب في قلوبهم. اللهم أجعل الرعب في قلوبهم. اللهم يا رب العالمين أنصر المسلمين بالرعب كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. اللهم يا رب العالمين أقذف في قلوب اليهود الرعب يا رب العالمين، وأخرجهم صاغرين من أرض الإسراء والمعراج وقد بدأوا يهربون. غرابة المليون يهودي الآن دايرين لاشين على المطارات باش يهربوا، بيعاودوا يقولوا منين جاوا، لأنه ماهيش أرضهم، ماهيش أرضهم. جاوا من أمريكا ومن أوروبا ومن روسيا ومن عدة أماكن، ماهيش أرضهم، ماهيش أرضهم. اللهم أخزهم يا رب العالمين. اللهم أخزهم يا رب العالمين. اللهم أرينا فيهم يوما أسودا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة الفلسطينيين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعل قيادتهم يا رب العالمين في المقاومة. اللهم يا رب العالمين أنصر المجاهدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حقق يا رب العالمين أمنيات المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين، وارزقنا يا رب العالمين صلاة طيبة كريمة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللي راهم يعاونوا بالمال وبالقول السديد، اللهم وفقهم يا رب العالمين. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المشايخ توانا اللي نورونا ربي ينورهم، ربي يكرمهم، اجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد.